هلا يا صبايا، شوفوا عشان نحسم موضوع كيف العملية فشلت، كيف العملية ما فشلت. لا أكيد في تخبيص في الأكل، ما في تخبيص في الأكل. أنا بقول لكم كلمتين قصيرة ونفاعة على ما يقولوا. في فرق بين إنك وزنك ينزل تسوي العملية، تكوني في البداية ما تقدري تاكلي وما تقدري تشربي ويجيك أعراض التكميم وشعرك يطيح وفيتاميناتك تكون نازلة، وما تاكلي وزنك ينزل 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 وتوصلي اللي تبغيه أو تقربي من وزنه مطلوب. طيب، وبعدين بعد السنة سنة وشوية يبتدي وزنك يعني تبتدي تخبصي في الأكل ودخلي خرابيط، يبتدي وزنك يرتفع شوية شوية وتستعيد الوزن. هنا أقول لك الرك عليك أنت، مشكلة كاتفيك. وفرق بين وحدة عملت عملية تكميم ولاحظت إنها من البداية تأكل عادي تشرب عادي، دحين لا، أشوف في الخاص وحدة تجي تقولي طيب منال أنا أكل عادي، أنا أكل شريحة توست عادي، أنا أكل بيضة عادي، أنا أكل بيضتين عادي. لا، أنا أتكلم عن وحدة تأكل طبيعي، يعني ما كأنها كممت، تلاقي نفسها بعد العملية مباشرة بيومين ثلاثة تشرب مثلاً قارورة الموية كاملة دفعة واحدة، تشرب العصير دفعة واحدة، تلاقي نفسها فترة الأكل مثلاً تقدر تكمل الساندوتش مرة واحدة. هو هذا الطبيعي اللي أنا أقصد، أنت تأكل طبيعي، ما أقصد، لأن طبعاً نسب القصد تختلف. ففرق بين واحدة مثلاً تقدر تأكل، يعني حتى لو في البداية تقدر تكمل مثلاً شريحة توست، وواحدة ما تقدر لبعد شهرين ثلاثة شهور ستة شهور سبعة شهور، فروق فردية. لكن لما أقول لك تأكل عادي تكون بعد التكميم مباشرة تأكل وتشرب عادي، وإنها ما نزلت تأكل وتشرب عادي وما عندها مضاعفات، لاحظ شعرها ترى ما تساقط لأن فيتاميناتها ما شاء الله ما نزلت وشعرها كويس وتأكل عادي أمورها تمام، ما تعتبر مكممة، كمياتها مش بسيطة وفيتاميناتها كويسة وأمورها تمام، ما حصل معها أي عرض من أعراض التكميم ومرتاحة تأكل براحة وأمورها تمام، شعرها تمام، بشرتها تمام، وزنها ما ينزل. هذا الأهم، كل الكلام اللي قلته على جنب والوزن على جنب. يعني ممكن واحدة تكون تقول لك طب أنا أكل عادي وأموري عادي بس وزني ينزل الحمد لله، هنا أقول لك تكميمك بيرفكت. لكن واحدة عندها كل المصايب اللي أنا قلتها وكمان فوقها وزنها ما ينزل ما يستجيب، هنا أنا أقول لك روحي واعملي إعادة صورة للمعدة، تشيع إشاعة للمعدة تلفزيونية تعرفي إذا معدتك انقصت كويس أو لا. وهذا اللي حصل مع اللي سألتني، يعني كثير يقولوا لي لا مو معقول العملية كيف تفشل، لأنهم خايفين مو متوقعين. يا حبيبتي العملية تفشل، مروا علي ناس العملية فشلت. ليه؟ لأنها من الأساس ما أخذ الحجم المناسب، ما انقصت تمام، يعني بالعربي الفصيح ما كمم لها الدكتور، ما قص لها شيء من المعدة. عرفتوا إيش الفرق؟ عشان ما حد يجي يسألني يقول لي كيف، لا مو معقول أكيد في تخبيص، لا تفشل. ومرت علي كثير كثير الحالة هذه.